للمزيد ينضم إلينا هاتفيا من الأراضي المقدسة سيادة اللواء عمرة لطفي مساعد وزير الداخلية للشؤون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج. أرحب بك يا سيادة اللواء. مساء النور، أهلا بك. هناك إشادة كبيرة جدا للجهود المبذولة التي تقدمها السلطات والجهات المعنية بالحج. ما هو الجديد الذي تم تقديمه هذا العام ولقي إشادة من الحجاج سيادة اللواء؟ طبعا هو يعني احنا بالنسبه للمواجهه في الحج السابقه الحمد لله كانت في تقدم، والسنه دي احنا حرصنا ان يكون التقدم اكثر ويكون في خدمات اكثر مقدمه للحج. بطمن حضرتك وبطمن اهالي حجاجنا بان احنا تقريبا وصلنا الى العدد بتاع الحجاج حوالي 78,000 حج وصلوا به المملكه العربيه السعوديه، وحاليا معظمهم في مكه المكرمه، كلهم بحاله جيده وحاله مطمئنه الحمد لله. بنبتدي دلوقتي في الاستعداد لاستقبال ان شاء الله يوم التصعيد اللي هو هيبقى يوم 8 ذي الحجه. ولو حضرتك تسمع دلوقتي انا موجود حاليا على راس لجنه في استلام مخيمات منى وعرفات. تم التنسيق مع كافه البعثات النوعيه التضامن والسياحه علشان تقديم افضل خدمات للحجاج. حدثني عن عدد الحجاج لديك الان سياده اللواء في البعثه المصريه بصفه عامه، وهل هناك بعض من جاءتهم اصابه ما او حدث اي شيء؟ يعني احنا تقريبا وصلنا لما يقرب من حوالي 75,000 حج، والحمد لله كلهم بصحه مطمئنه وحالتهم جيده. طبعا في بعض الحالات الحمد لله بتتماسك الشفاء اللي هي موجوده في المستشفيات، وان شاء الله باذن الله يكونوا معانا في التصعيد في عرفه ان شاء الله يوم الجمعه باذن الله. تلقون مسانده ودعما من القائمين على الحج في المملكه العربيه السعوديه؟ طبعا في هذا المجال لازم ان انا اقول ان الجانب السعودي بكافه جهاته يعني بيقدم كل ما يملك وكل حديث وكل الخدمات الميسره للحجاج المصريين بصفه خاصه والحجاج العالم الاسلامي كله بصفه عامه. شكرا جزيلا سيادة اللواء عمرو لطفي الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية في الأراضي المقدسة، كنت معي عبر الهاتف من هناك.